السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم طبق جديد ووصفة جديدة، وهنعمل النهاردة كشري. طبعا كلنا بنحب الكشري، وعشان الصيف والحر فحبيت النهاردة أعمله معاكم. تمام، ما بتدعموش القناة وما بتعملوش لايك، وبطلب منكم ان انتوا تدعموها وعشان تكبر واكبر معاكم. اول حاجة هبدأ اعملها النهاردة البصل اللي انتوا بتشوفوه في المحلات بتاعة الكشري. انا بعمله وبيطلع معايا جميل جدا، وبيطلع مقرمش وناشف وحلو. فهوريكم الطريقة. انا دلوقتي معايا بصلتين كبار بشربهم، فصصتهم كده. بس هو لو بصل ابيض اللي هو بيبقى احلى طبعا، بس انا مش عندي بصل ابيض. هنزل البصلايه وهحط عليها، هحط ملح. زي الملح هيخلي الميه اللي في البصل تنزل. هنزل الميه اللي في البصل، هقلب شويه كده. طبعا مش هزود عشان ميبقاش حادق، يبقى فيه مشكلة. المية بتاعت البصلة هتبدأ تنزل منه. تمام، هجيب معلقة تانية، هاخد احط عليه دقيق. تمام، وهقلبه. هو هيعجن طبعا، انتوا هتشوفوه. هقرب لكم الكاميرا منه اكتر، هتحس ان هو معجن. هحط معلقه نشا برضو، حاجه بسيطه كده يعني، دي معلقه صغيره نشا. النشا بتخليه مقرمش. طبعا ده النشا والدقيق على طول موجودين في البيت. تمام كده، قلبت حلو. هو تحس ان هو معجن، بس لما هيتحط في النار، هيتحط في الزيت، هيبقى حاجة تانية. اهو ده منظره كده، شايفينه كده كويس. تمام، هحط الزيت، والزيت بتاعه اللي هنحط فيه الرز والشعرية، هنحمر بيه الشعرية وهنحط بعد كده الرز. انا معلقة طبعا معلقة مية للمكرونة حطاها، ومعايا حمص نقعاه، وهحطه دلوقتي على النار برضو اسلقه. تمام، هزود له شوية مية، ومعايا عدس برضو نقعاه هحطه على النار. ماشي، الكميات بقى، ده ربع عدس وده ربع حمص. تمام، وكوبايتين رز، وكيس شعرية. تمام، وكيس مكرونة أقلام، وكيس مكرونة اللي هي الصغيرة دي، يعني كيلو مكرونة ونص كيلو رز ونص شعرية أو ربع شعرية تقريبا. بس احنا هنحاول نزود الشعرية، لأن الكشري الشعرية لما بتبقى فيه أكتر بتبقى أحلى. وربع حمص، وبصلتين كبار بيدوا طعم. هعلق على ال هحط الحلة هحط فيها الزيت، وهرجع لكم تاني. بصوا دلوقتي يا حبايبي، انا علقت على الحمص، ومعلقة على المكرونة، ومعلقة على العدس. تمام، البصل اهو حطيته في الزيت. ماشي، وهقليه بقى، هسيبه بقى لما يتحمر. هو مش هياخد تحمير كتير. تمام، هفضل اقلب فيه كل شويه لحد ما يتحمر معايا، وهطلعه وهوريكم منظره هيبقى عامل ازاي. وبعد كده هنحطه، هنحمر في نفس الزيت ده، هنحط فيه الشعريه، وبعد كده هنحط عليها الرز. في ناس دلوقتي بيعملوه اللي هو حله واحده، المكرونه والعدس
والشعريه، انا هجربه مع نفسي كده هشوفه هيطلع حلو ولا لا، وبعدين بعمله معاكم. بس انا ما جربتوش لسه، وبفضل ان كل حاجه تتعمل لوحدها افضل يعني. ومعايا بقى دلوقتي نص شفشق قوطه، ومعايا توم طبعا، هنعمل دقه، هحط فصين توم تقريبا، وهنزل عليهم الطماطم. هعملها قدامكم، بس هطلع احمر البصل واخلصه واوريه لكم الاول، وبعدين اكمل معاكم بقى الباقي، يكون الحمص اتسلق والعدس والمكرونه ان شاء الله. هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، دلوقتي طلعت البصل، بصوا هو انا طلعته طبعا على مناديل او ورق مطبخ، هينزل الزيت اللي فيه حلو قوي، وبعدين استخدم. بصوا لونه عامل ازاي، اللون بتاعه جميل جدا ومقرمش، وبصوا ناشف مش طري. تمام، وهو الزيت بتاعه زي ما هو. طبعا طعمه بالبصل، ريحته بالبصل. هنحمر فيه الشعرية وهنحط عليها الرز. هرجع لكم تاني. هحط الصلصة، هعمل الصلصة الاول وبعد كده اعمل الرز. هوريكم دلوقتي الصلصة هتعمل ازاي. اهو حطيت الزيت، ماشي، هسيبه بس يسخن، وهحط عليه التوم، هنزل عليه التوم. بس هو انا التوم مش بهرسه، انا يعني بحطه تحت السكينة كده، بخبط على السكينة، وبعدين بقطعه حتت قطع كده صغيرة، مش بهرسه قوي. تمام، هحط اهو كده في الزيت ده للصلصة. هنستنى بقى لما الحاجة اللي احنا بنستغناش عنها، الخل في المكرونة، ولا الكشري، ولا المسقعة، ولا الصلصة بتاعت الفتة، الصلصات دي بتحب الخل. تمام، فالثوم هيبدأ يصفر معانا، وهنحط الخل. الثوم هيصفرت معانا، ماشي، وريحتها عملت خلاص طلعت. حط الخل كده، هبدأ أنزل الصلصة، وهسيبها لحد ما تتسبك. وانا كده مشغله الاربع عيون بتاع البوتاجاز، يعني كل حاجه شغاله مع بعض. هسلق المكرونه وهرجع لكم نعمل الرز مع بعض. طيب بصوا دلوقتي انا طفيت على العدس وطلعته اهو، صفيته من الميه. طبعا ما سيبوش يتعجن او يتهري قوي، عشان خاطر الحبايه بتاعته تبقى ماسكه نفسها زي كده. تمام، ما يبقاش يعني متعجن قوي. ودلوقتي انا حطيت الزيت تاني بتاع البصل، استنى بس يسخن شويه، والصلصه بتاعتي اهي، والمكرونه بتتسلق، والحمص انا طفيت عليه وسبته في الميه بتاعته. انا كنت ممكن اصفي الزيت من البصل، بس انا حابه ريحه البصل تبقى حلوه فيه. الشعريه اللي نزلتها اهو، هبدا اقلب. انا هحمرها، وما
تتحمر هرجع لكم. انا غسله الرز ومصفياه حلو قوي من الميه، مش هحط ملح على الشعريه وانا بحمرها لان انا في ملح كان محطوط في البصل. تمام، بعد ما ازود الرز هدوقه عشان ما يطلعش حاجه. هرجع لكم اول ما احمر الشعريه، هرجع لكم اوريكم حتى لونها بقى ازاي. رجعت لكم تاني، ده كده الصلصه خلاص اهي قربت تخلص، وهنا حطيت زيت وهحط عليه ثوم. تمام، ده بقى الايه بقى، ده بقى ايه، ثوم احمر اهو. دي بقى التومه بتاعه الدق، هنحط ربع كوبايه شاي. تمام، وهحط ربع كوبايه ميه كده اهو. التكه بقى اللي انا هعملها، انا مش هخليها يعني انا مش هخلي الدقه ليمون وخل بس، انا هعصر عليها ليمون دلوقتي. لا، انا هاخد صلصه كده وهقوم حطاها عليها. هتبقى معايا بالمنظر ده. تمام، دي كده الدقة، هي هتبقى خفيفة طبعا. وهبدأ اللي عنده بقى عصارة ليمون يعصر ليمون، ما عندوش هنعصره بايدينا كده. خلص عصر ليمون. تمام، هنحط تقريبا مثلا 3 ليمونات. هخلص عصر ليمون وهرجع لكم تاني. بصوا كده اهي هتبدا تغلي. والصلصه خلاص تقريبا كده هبدا ازودها ميه. تمام، ههدي عليها النار خالص. احط سنه ملح، دي الدقه احط لها سنه ملح. واحط كمون، فلفل، وهقلبها لحد تغلي غلوتين بس كمان كده. وهخلصها وهطفي عليها وهرجع لكم تاني. عملت المكرونه اهي والصلصه خلاص هطفي عليها وشلت الدقه. تمام، العدس جبت حطيت سنة زيت، شوية زيت، وحطيت شوية ملح وشوية فلفل، وهنزل العدس عليها كده. هقلبه مرتين ثلاثة كده. كده المكرونه بتاعتنا خلاص ماشي، قلبتها والصلصه خلاص اطفى عليها والرز تمام اهو ماشي، والدقه بتاعتنا اهي كده استغنيت طبعا. يعني انا خلاص انا قررت اطلع الحاجات بتاعتي من النيش لان انا حطاها وما بعملش بيها اي حاجه، فاحنا نستغلها بقى الفتره الجايه. هخلص بقى دلوقتي، هبدا هبدا اطبق الكشري على بعض في طبق، نحطه في طبق التقديم وارجع لكم تاني. احنا ما اتكلمناش طبعا حاجه النهارده، الحاجات دي احنا بنجيبها كخزين عندنا، وان شاء الله الطعم يبقى حلو وجميل. كنت المفروض بعمل عيش جنب منه، بس العيش بقى مش عندي فمش هعمل عيش جنبه، هحطه كده
احطه في الطبق وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما حطيت الكشري. بصوا دي الدقة كده تمام، دي الصلصة ماشي كده، وده طبق الكشري. طبعا كالعادة بنعاني من الإضاءة صح كده، ايه رأيكم؟ شكله جامد جدا. حطينا البصل، البصل لحد دلوقتي جميل جدا، والحمص والمكرونة والرز بشعرية تمام. يا رب يبقى الطعم احلى كمان من الشكل. والبصل ده جميل جدا، وينفع ان انت تخزنيه كمان، تعمليه بكميات وتخزنيه في الفريزر وبتطلعيه في اي وقت تستخدميه، بيبقى حلو قوي ما بيحصلوش اي حاجة. ويا رب يكون عملت اضافة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ويا رب اكون قدمت حاجة عجبتكم النهاردة. مع السلامة.